داله بقى داله عنده مشكله كبيره ان هو بيحب يوقع الناس في بعضها، فرق تسود. اوكي هو دايما لما يكون متضايق مني مثلا وانتوا الاثنين صحابي يجي يوقعكم عليا عشان ياخد حقه من خلالكم، ان انا لما اتخانق معاكم او ان احنا ما بنتكلمش كده هو ارتاح، عمل كده هو كسب ان هو اخد حقه. لكن هو خان، بيحب يخون وبيحب، بس بيتجوز مره واحده ويصاحب 100 واحده. اوكي خياناته العاطفيه، بيتجوز مره واحده ويخون 100 مره عارف غلطته. وبيزهق بسرعه. اوكي ودايما جبان، يعني دايما لما تعلي التون عليه او تبتدي انت بالهجوم اوكي ممكن يقعد اسبوع في البيت ما ينزلش، ان هو غلطان، هو مش عايز رغي كتير، لغايه لما الطرف التاني ينسى او يبعد عن صحابه. لما بيكون بيغلط بيبعد ما بيواجهش، لغايه لما الناس التانيه تنسى ويتعاملوا معاه عادي يبتدي يظهر تاني. اوكي